الحمد لله المنتخب الوطني شفناه تقدر تقول بصورة جديدة الحمد لله، ونقدر نحط ثقة في الناخب الوطني الجديد. ومبروك علينا الفوز، ومرحبا ب 58 ولاية كاوتنا اللي جاو عندنا، مبروك علينا. الحمد لله على النتيجة اللي جبناها اليوم 5-1، ومازال كاين جديد بربي ان شاء الله، مازال بربي ان شاء الله النتيجة. سكور مليح اخويا 5-1، وبربي ان شاء الله ديما القدام وديما اللور ديما الشكارة وديما عنابة وديما عنابة، مرحبا بها من الكل. عندنا كيب طيران، ربي يبارك وربي ان شاء الله نوصل للبعيد وان شاء الله مربوحه في الماتشات الجايه ان شاء الله. المنتخب الوطني يعني ادى ما عليه، ونشاهد يعني من اللقطات يعني اللي دارهم، ونشاهد من نشأت من يعني من جوار لجوار اللي جابها من الله يبارك يعني ملاح، ونطلبوا التحسن من الخرطه الجايه، قدرنا تحسنات كثيره في المنتخب الوطني. اليوم عجبني 5-1 ما شاء الله، ان شاء الله يبقى بالردم هذا ان شاء الله.